في هذه الوقفة هذه جينا تضامنا مع واحد الزميل اللي كيمارس النقل عبر التطبيق التكنولوجيا ديال كريم، ولقينا بان سائقي الطاكسيات مارسوا عليه البلطاجة وتعدوا عليه وتعدوا على الكليونت اللي كانت معاه، فبأي حق كيتعدوا بأي حق كيمارسوا هذه الصفة هذه؟ واش هما عندهم صفة ضبطية؟ إذا كانت عندهم الصفة الضبطية حنا صافي نخويو هاد البلاد، لكانوا هما الآمرين الناهين في هاد البلاد نخليو لهم التيران. يعني ما عرفتش أنا شنو بغاو هاد الناس، واش لي كليون ديال التطبيقات ماشي هما لي كليون ديال الطاكسي؟ لأن لي كليون ديال التطبيقات هما في أي بي، يعني كليون في أي بي ما كيركبش في الطاكسي، عاطي اتساع للطاكسي. فعلاش هاد المحاكاة وعلاش هاد البلطاجة؟ علاش؟ يعني هذه دعوة من المنبر ديالكم أنفاس باش المسؤولين يوضعوا حد لهاد الفوضى العارمة اللي كيمارسوا أصحاب الطاكسيات، أو بالأحرى أرباب القريب اقتصاد الريع اللي كيمارسوا اقتصاد الريع أعوام وأعوام. كاين اللي عنده 5 القريم 6 7 مريح في داره من جاو التطبيقات وحارب في إطار التوجه الملكي اللي كي نادي بالمبادرات الشبابية. فالتطبيقات راه جات خدمات واحد الالف ديال الشباب اللي عندهم دبلومات، فبأي حق هاد الناس كيحيدوا لهاد المقاولين الذاتيين كيحيدوا لهم هاد الحق؟ يعني كفى من اقتصاد الريع، وخليوا الشباب يخدم على راسه حسن ما يمشي يدير احتجاجات امام البرلمان ولا شي حاجه. فلهذا دعوه للمسؤولين يريحوا معنا طاوله الحوار، حنا وجميع الفاعلين في هذا القطاع.